الاهلي عنده نادي مصر ان شاء الله يوم الاحد في استاد القاهره في 7:30 مساء باذن الله. كل التوفيق لفايلر المدير الفني المجتهد جدا، المدير الفني اللي كل بيقول ان شاء الله يكون حاجه زي مانويل جوزيه كده، ان شاء الله يتفوق كمان، احنا عايزينه يبقى احسن حاجه في الدنيا احنا نفسنا. لعبنا مباراه امبارح زي ما قلت لحضراتكم، كان في اصابات، كان في ايقافات، لكن مجدي قفشه كمان احنا عارفين الكلام ده كله حافظينه وفاهمينه، ان النادي الاهلي هو نادي ما بيقفش على حد، ما بنقللش من اي حد، كل لعيب في النادي الاهلي فرقه لوحده، كل لعيبه النادي الاهلي نجوم لا تقدر بثمن، حتى اللي ما بيلعبش خالص، كل اللي بيلبس التيشيرت الاحمر نجم لا يقدر بثمن، ودي حقيقه. قفشه امبارح بيتكلم ان احنا يا جماعه فرقه كبيره جدا، النادي الاهلي بمن حضر، ودي مقوله فعلا يعني اثبتها التاريخ واثبتها لعيبه النادي الاهلي على مر العصور ايا كان الفرقه اللي بتلعب. شفنا قبل كده نهائي كاس مصر لعبناه بالناشئين ضد فريق كبير زي نادي الزمالك وكسبنا 3-2 لو تفتكروا المباراه الشهيره، اكيد طبعا حضراتكم فاكرينها، ده جون قفشه لعيب اللي يعني دخل قلوب كل الاهلاويه بسرعه جدا جدا، رقم 11 طبعا عارفين، وليد سليمان او خاتم سليمان، خاتم سليمان ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. فقال النادي الاهلي ايقافات بقى، في اصابات، اي 11 لعيب بينزلوا بيكونوا عند حسن ظن الجميع، وده اللي اتكلم فيه مجدي قفشه، وده اللي احنا كلنا عارفينه وحافظينه. مجدي قفشه تحس ان هو في النادي الاهلي بقاله مثلا 30-40 سنه مع ديانج كده وكل لعيبه النادي الاهلي الكبار، ان شاء الله يخلدوا في التاريخ بحروف من ذهب زي كل اللعيبه اللي فاتت.